يشارك معنا سيد عروة القنوات الكاتب الصحفي أيضا من غازي عنتاب، سيد عروة الملاجئ كما ذكر سيد صالح مراكز الإيواء موجودة، اشرح لنا أكثر عن المراكز، هل كان هناك توجيه بإرسال 17 طائرة تحمل المساعدات من اسطنبول وأزمير وأنقرة إلى غازي عنتاب وأضنا، وصلت هذه الطائرات، هل تم توزيع المساعدات على المنكوبين؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم، وان شاء الله هي الليله تكون ليله خير يعني. وللاسف يعني الوضع سيء يعني في تركيا في غزه عنتاب، وخصوصا يعني حتى من حاله الرهبه من حاله الخوف نتحدث عن مساعدات. المساعدات يعني حتى لو انها اتت هي بحاجه للوقت حتى تصل، يعني في نداءات ان لا يتم استخدام الطريق الموازي لغازي عنتاب والواصل في بعض الولايات، ان لا يتم استخدام الخط السريع الا لسيارات الانقاذ والا لسيارات الاسعاف. يعني انا حاليا في حي الى الان منذ بدايه الحديث يعني مر سيارتين اسعاف رايحين باتجاه اما منطقه منكوبه او باتجاه مشفى. كما تحدث الضيف الكريم لا يمكن ان يقال بان المشافي التركيه او يعني اماكن الطبابه التركيه مكتظه بال يعني بالجرحى او بالمصابين، لانه معروف المشفى التركي ومعروفه حاله الصحه التركيه دائما بانها على اهبه الاستعداد، وهذا كان منذ ساعات الفجر الاولى يعني منذ ساعات الصباح، وخصوصا في ولايه غازي عنتاب عندما تحدث والي غازي عنتاب بان يكون هناك خليه عمل منظمه ومشتركه تدخل فيها فرق انقاذ وفرق الاسعاف كما يقال عنها، يعني خليه ازمه لمتابعه كل الامور. بعض الاحياء يعني لا يوجد فيها سكان داخل الابنيه، ولكن هناك سيارات، هناك باصات في الطرق، هذه السيارات يقطن فيها الناس الذين نزلوا من الأبنية، لأنه لسه في لربما بيانات غير رسمية أو أخبار غير رسمية، ولربما شائعات تتحدث عن أن منتصف هذه الليلة قد يكون هناك هزة بنفس مقدار الهزة التي جاءت فجرا. وبالتالي هل أخذ السكان وأهالي غازي عنتاب احتياطاتهم؟ هل خرجوا من منازلهم جميعا؟ اتجهوا إلى مراكز الإيواء أو إلى الأماكن الشاسعة بحيث يضمنوا عدم تساقط المباني على رؤوسهم؟ هي حالة الوعي شفناها بدرجة كثير كبيرة بعد أول 3 أو 4 ساعات يعني، وعندما امتص السكان والمواطنون الأزمة والصدمة كلهم اتجه في وقت لا يوجد فيه أو لم يتم الإعلام فيه عن هزة خفيفة أو متوسطة، توجهوا إلى المنازل لأخذ الأوراق الرسمية. ويعني ما يقيهم أيضا مصيبة الشتاء، المطر يعني المطر الآن يتساقط قطعنا في الشارع، عند فترة الظهيرة كان الثلج يتساقط في غازي عنتاب، لربما أيضا الحدائق امتلأت، بعض المساجد أيضا امتلأت بشكل كامل بالإضافة إلى مراكز الإيواء. طيب سأعرج معك قليلا على الملف السياسي سيد عروة، رئيس الوزراء اليوناني اتصل بأردوغان لتقديم مساعدة فورية لتركيا في وقت نحن نعرف أنه العلاقات بين البلدين شهدت فيه توترات شديدة، اتسمت بتصريحات نارية بين الزعيمين، هل نستطيع القول بأنه اليوم غلب الملف الإنساني الملف السياسي أم أنه ما زال بعين الاعتبار المناوشات السياسية؟ يعني أنا برأيي لكل يعني لكل جولة أمر خاص، يعني الأمر السياسي غير الأمر الإنساني. لم يخرج فقط التصريح اليوناني، خرجت تصريحات أيضا من دول لربما لها إشكاليات سياسية مع تركيا، وتتحدث عن أنها جاهزة لإرسال
فرق مساعده ومعونات، وشاهدنا ايضا مصر، وشاهدنا ايضا الولايات المتحده الامريكيه تدرس الكثير من الخيارات من اجل يعني انقاذ المشهد، ان كان على المستوى الانساني، ان كان في تركيا او في سوريا، لانه ايضا في سوريا في الشمال السوري وفي العمق السوري هناك ماساه يعني بشكل لا يوصف. ولكن حجم الاستجابه مع ما يعيشه اليوم السوريون في سوريا مختلف تماما عن حجم الدعم والهرولة إلى تقديم المساعدة لتركيا، ما رأيك؟ لربما لأن يعني لتركيا دور محوري في المنطقة، سوريا تعيش حرب منذ سنوات طويلة ولها مشكلة حتى في يعني سحق العملة كما يقال، العملات، لا يوجد كهرباء في سوريا، لا يوجد محروقات في سوريا، ولكن في الدولة التركية في الجمهورية التركية هناك دائما استعداد في عديد وهذا ألا يجعل الشعب السوري، لن أقول أولى من الشعب التركي بالتأكيد، ولكن ألا يجب أن توضع هذه النقاط التي ذكرتها بعين الاعتبار، شعب منكوب ليس لديه طاقة، لا كهرباء، حتى لا يوجد ماء، لا يوجد العملة متدنية في الأرض، ألا يحتاج إلى مساعدة فورية وعاجلة؟ يا سيدتي هذه مهمة المجتمع الدولي، وكيف ينظر وبأي منظار ينظر المجتمع الدولي. نحن هنا السوريون وأتراك ولربما من جنسيات مختلفة نعامل في هذه اللحظات وفي هذه الساعات بنفس الطريقة وبنفس الحالة، وترسل لنا رسائل النداء السريع، إن كان للتبرع بالدم وإن كان يعني الالتزام بعيدا عن المباني التي تعرضت نوعا ما لحالات تشقق أو الابتعاد عن السيارات السريعة والتوجه إلى ما هذا يعني هذا النداء يوجه للسوري وللتركي داخل الأرض التركية. في الشمال السوري هناك وضع نوعا ما مختلف، آليات الدفاع المدني لا تستطيع أن تقوم بما تقوم به آليات الدفاع المدني في الجمهورية التركية، وكما قلت ومع ذلك يعني الدولة التركية أنت ذكرت الأزمات والكوارث. ذكرت فكرة الدفاع المدني، بالفعل لا يوجد إمكانيات، لا الهلال الأحمر الكردي اليوم في الشمال السوري قادر، لا أجهزة الدفاع المدني قادرة أيضا، حتى المستشفيات غير مؤهلة. في نفس الوقت نرى أنه 13 دولة من الاتحاد الأوروبي أعلنت استعدادها لإرسال مساعدات وفرق إنقاذ لتركيا. سؤالي هو، هل يمكن أن نشهد دعما تركيا للشمال السوري، كوننا نتحدث عن ملف إنساني، عن منكوبين سواء كانوا سوريين، أتراك، إيرانيين، عراقيين، هم بشر في الآخر تحت الأنقاض يموتون جراء هذا الزلزال ومن البرد أيضا. يعني الدعم التركي لملف الشمال السوري متواجد حتى قبل هذه الأزمة، يعني متواجد حتى في طريقة التعامل، في التواجد التركي على أرض الشمال السوري، وهذا طبيعي، يعني سيكون هناك مساعدات، سيكون هناك حالات إسعاف، ولكن يعني كما ذكرنا إلى الآن لم نحقق 24 ساعة مما حصل. يعني على الأرض التركية هناك مصيبة، هناك فاجعة، الله يرحم اللي مات ويشافي المصابين، هناك يعني ناس شهدت سقوط مبانيها وأبنيتها وتكسير سياراتها أمام أعينها كما يقال، يعني لربما تتجاوز المؤسسات التركية الصدمة حتى يعني تتكفل بما يجري في الشمال السوري، لأنه بدون تقديم المساعدة للشمال السوري سيكون هناك يعني العشرات بل والمئات تحت الأنقاض ممتدة المسافة، إن كان من إدلب وحتى منطقة إعزاز وجنديرس وعفرين. طيب. في الفترة الأخيرة انتشرت ربما حملات حملت نوع من العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، هل لمست هذه العنصرية عند البعض في هذا الموقف، في الزلزال الذي يعني أصاب الجميع، هل كان هناك حملات ربما تضامن مع اللاجئين السوريين بعد حملات الشعبية التي انتشرت الفترة الماضية ضدهم؟
لا لا ابدا، يعني لا لم نشاهد لا عبر السوشيال ميديا ولا في الطرقات ولا في الابنيه التي يعني يعني الحالات العنصريه لربما شاهدها كل العالم في جوانب اخرى في امور اخرى، ولكن الان فيما يحدث يعني ان كان حاليا في غازي عنتاب في الحي الذي انا متواجد به، يعني الكل عندما يتوجه من البناء سوري وتركي يعني يخرج تقريبا بنفس يعني الحقائب بنفس الأوراق، لربما البعض يمتلك سيارة والبعض الكل هائم على وجهه كما يقال يحاول، ولكن ربما هذه هي الصدمة. وهنا ليس حديث عن العنص، كان هناك أسئلة لماذا لم يتم اكتشاف الموقف، يعني هذا أكثر سؤال شاهدناه عبر السوشيال ميديا وفي الطرقات، لماذا لم يتم اكتشاف هذا الأمر ورصد هذا الأمر، ما زال أن هناك يعني من يعمل في التنبؤ الجيولوجي يعني علماء جيولوجيا كما يقال. هذا السؤال اللي كان، لأنه المتضررين الأتراك إن كان في شانلي أورفا إن كان في أنطاكيا إن كان في كهرمان مرعش وإن كان في عنتاب هم أصحاب المصيبة الكبرى، يعني والله يرحم الناس اللي مات. طيب ربما هذه يعني هول الصدمة سيد عروة، هنا ليس أبدا يعني سؤالي من باب إثارة أي نعرات ولا مجال أصلا لأي جدال سياسي ولا حتى عنصري، ولكن يعني من الحملات التي شاهدناها ضد اللاجئين السوريين ربما هناك تخوف الآن من أن تظهر مرة أخرى على السطح هذه الظاهرة، هل هناك أي بوادر ربما في مراكز الإيواء الأولوية للأتراك، البيوت المنكوبة بالنسبة بسبب الزلزال الأولوية للأتراك، أيضا المساعدات، هل يمكن برأيك أن نشهد مثل هذه المظاهر في الأيام القادمة بعد استيعاب صدمة الزلزال؟ يعني حتى يظهر هذا الشيء من عدمه يعني يجب أن يعني نتضرع إلى الله عز وجل أن يحمي الناس. أنا فقط استطعت أن أرصد بعض المباني المهترئة أو المباني التي سقطت وأشاهد الناس، وكنا ننصح الناس نوعا ما بأن لا ينزلوا من البيوت بسرعة قبل أن يؤمنوا على ملابس أطفالهم وأن يصطحبوا أوراقهم الرسمية في الشارع، فلا ندري ما الذي سيحدث، ولكن يعني يعني لم أتوجه لأي مركز إيواء، أنا في الشارع للأمانة يعني يعني مع عائلتي، ويعني يعني أتمنى لك ولعائلتك ولكل من معك السلامة سيد عروة، إن شاء الله يعني شكرا. بمر هذا اليوم بسلام بإذن الله. الله يسمع منك، الله يسمع منك إن شاء الله.